أنا آسفة يا ماريا على اللي أنا قلته، عبد العزيز فهمني كل حاجة. آسفة ليه يا جميلة؟ السن قل اللي مش بهير يبقى مش بتحب، الهير والحب باكج على بعضه. وانتوا بقى بتغيروا عندكم في روسيا؟ مفيش ست في الدنيا ما بتغيرش يا جميلة. يعني انتي بتغيري على الولد اللي انتي مرتبطة بيه؟ ولد مين؟ مش انتي قلتي لكريم ان انتي مرتبطة؟ لا أنا مش مرتبطة، بس عجبت أدوافر كتير علي ولا كريم، وفي الآخر هو منبهر من البنت الجاية من بلد تاني، بس لا حبتني ولا أعجب بيا زي هم متصور. يا قروبة، وعرفتي منين ان هو هيفتحك في حاجة زي دي؟ كانت باين من أول ما جبني المطار وأنا كنت محضرة رد. أنا ما أقدرش أنكر إن أنا معجبة جدا بردك عليه، بس يا حرام الولد مقهور من ساعة ما رجعته من بره. هو مقهور من سبب تاني، هو قال لي ما تقوليش لحد. نعم؟ سبب تاني إيه؟ جايب سي في كل المواد؟ ده كده مش هتحصل 75%، دي مصيبة. وتسعة من عشرة، 75% وتسعة من عشرة ياسمين. برضه مصيبة، ده زيزو ومامي كانوا متعشمين فيك إنك هتخش هندسة. بصي لي وأنا بكلمك، ده على أساس إن هما الاتنين كانوا أبطال العالم في الثانوية العامة؟ لا ما كناش أبطال العالم ولا حاجة، بس على الأقل ما تصرفش علينا الفلوس اللي اتصرفت عليك، ده تتصرف عليك فلوس أكتر من اللي اتصرفت على البعثة الأولمبية في كأس العالم. وفي الاخر 75. هو انت جبت النتيجه منين؟ هي المشكله جبت النتيجه منين؟ جالي ميل من المدرسه فعرفت منه النتيجه 75% و9 من 10. وطول الوقت اوعى كريم بيذاكر، حاسب كريم بيذاكر، وطي التلفزيون عشان كريم بيذاكر، اعملوا عشاء عشان كريم بيذاكر، وفي النهايه جايب لي 75% و9 من 10. يا سلام، واخد اختك رهينه يا ده، عشان لو جيت مديت ايدي عليك هتفجر نفسك يعني؟ لا سيبهولي سيبهولي، ده انا مغلوله منه. لا لا لا، على فكرة اتنين على واحد مش جدعانة. لا والله مش كده، ده مش طريق تفاهم بجد. فعلا عندك حق يا ماريا، دي مش طريق تفاهم. انزل يا كريم، انزل يا حبيبي وتعالى نقعد نتفاهم نشوف هنعمل ايه. خليكي شاهدة يا ماريا، هنتفاهم دي ونتكلم بالعقل، يعني بالروسي مش هيضربني. ها بتشاهد واحدة روسية على ابوك المصري؟ يا ده انت فاضل تجيب لي لجنة تحكيم دولية. تعالى حبيبي، تعالى 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 تعالى، ما تخافش ما تخافش. لو حصل أي حاجة والنعمة قدم تظلم وضيع 9 من 10%. تعال يا حبيبي تعال تعال عشان نشوف حل. أنت قلت مش هتضربني. يا سلام، طب ما أنت وعدتنا تجيب مجموع عالي، جبت 75%. لا و9 من 10. صحيح ما خدتش بالي. أنا بقى اللي مضايقني في الموضوع ده كله 9 من 10. عارف لو كنت قفلتها 76% كان إيه اللي هيحصل؟ ولا أي حاجة، نفس النتيجة. إيه ده؟ لا يا ماما. لا يا سلام. ياما. أيوه. يا ماما. يعني بعد كل المصاريف اللي انا صرفتها دي وفي الاخر يجيب الدرجات المهببه دي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده جاب درجات ما تدخلوش كليه زراعه. لا زراعه ايه بس يا عبد العزيز، ده انا كان نفسي ادخل طب ولا هندسه ولا حتى بيزنس. طب وهندسه وبيزنس اهو يا اختي، المجموع بتاعه ده بكتير ويقعدوا جنبك هنا اهو في البيت. طب ما نفكر كده وندخله جامعه خاصه. نعم يا اختي، جامعه خاصه دي بفلوس قد كده، اجيب له فلوس انا منين؟ يعني اللي يخلينا ندفع الفلوس دي كلها في السنين اللي فاتت في المدارس والدروس يخلينا نستحمل الكام سنه الجايين وندخله كليه عدله في جامعه خاصه؟ انا مش هدفع ولا مليم في جامعات خاصه، احنا متفقين من الاول ان هم يخشوا مدارس خاصه واصرف عليهم دم قلبي عشان يتاسسوا كويس، وبعد كده يخشوا جامعه حكوميه عشان يبقوا متفوقين فيها. ابنك بقى يا هاني مش هيجي له ولا كليه في جامعه في القاهره، لو جاله بقى اي كليه في الاقاليم يحمد ربنا. لا اقاليم ايه بس، يعني انت يهون عليك ابنك يتبهدل؟ ما هو عشان ابني هسيبه يدخل بالتنسيق العادي الكليه اللي هتجيله، ويشتغل ويجتهد ويعرف ان الله حق بقى. طب لو نجح واتعدل وبقى كويس هتقدم له السنه الجايه في جامعه خاصه؟ يتقدم الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه معاه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.